هنبتدي حلقتنا مع الجميله منى فضالي. مبسوطه جدا ان انت معايا النهارده. وانا كمان يا دعاء. منورانا. ربنا يخليكي. هتفتحي قلبك لينا؟ جاهزه العقارب الساعه؟ نشوف. بتخافي من الوقت وبتعملي له حساب ولا لا؟ كتير طبعا. فعلا؟ يعني كل سنه بتبقي محدده السنه دي هتوصلي لايه وهتعملي ايه؟ لا عمري ما حددت هبقى هوصل لايه او هعمل ايه بصراحه، بس تقدري تقولي يعني بخاف من التوقيت عموما، يعني ما بقاش عامله حسابه فبقاش عارفه ايه اللي هيحصل فيه. بتخافي من اللي جاي؟ ما بتعمليش حساب للي انت فيه دلوقتي؟ لا خالص. يتغير؟ لا لا، اصل بصي دي دايما في الاوقات دلوقتي عموما بنبقى بنقول عليها اسمه ونصيب في اي حاجه. حتى شغل، حتى علاقات، ايا كان، حتى المواقف. في يومك بتخافي من الوقت؟ يعني بتبقي عاوزه تنجزي ده وتعملي ده وتعملي ده؟ الوقت اليوم بقى ولا سبب البركه؟ لا اليوم قصير جدا. بحس على الحاجات اللي ببقى واخداها المواعيد والحاجات دي بلاقيها يوم قصير جدا، لان ما ببقاش عامله حساب مثلا هقعد في الميتنج ده مثلا قد ايه، خلص مشواري ده قد ايه. الوقت بيجري. الحياه ابيض واسود، مشيتي في اي طريق اكتر؟ اغلبه اسود. اغلبه اسود؟ ليه كده؟ اغلبه يعني مش كتب عليكي ولا انت اللي اخترتيه؟ لا والله اتكتب عليا. عمر ما حد بيختار اللون الاسود. ساعات اختياراتنا هي اللي بتبقى غلط فبتبقى اسود، وساعات بيبقى امر واقع مفيش اختيار منه. لا هي مش طول الوقت بتبقي انت بتختاري، بيبقى ظروف هي اللي حطتك في بنسبه كام في الميه انت رحتي للاسود وسبتي الابيض؟ رحت الاسود غصب عني ممكن بنسبه 80%. 80%؟ طيب نبتدي بالابيض. ماشي. وبعد كده نروح للاسود.